نشد الرحيل إلى عالم مجهول، ونحزم أمتعتنا ونسافر لنكتشف البلدان ونصور كل شيء، التاريخ والآثار والسياحة. أنا الرحال العراقي. الكوفه اللي هذا هو اللي تشاهدونه مرقد مصطفى عقيد، وهذا هو المرقد هاني بن عروه. هذا التنور في هذا المكان. عندما كان الإمام علي عليه السلام يصلي جماعته بالمؤمنين، قام ابن منجي وضرب الإمام علي عليه السلام بالسيف في هذا المكان. السلام المكان اللي ضرب به. مرقد مصطفى بن عقيل. هاني بن عروه. Thank you.
هذا الشهادة أمامنا وباب بيت التعبان، عفوا باب التعبان. Thank you.